السينما دايماً مهتمية بكل المشاكل الإنسانية، وطبعاً أهمها وبالذات في مجتمعاتنا العربية مشاكل المرأة. ليلى علوي ما فيش مهرجان بتعمل الملازم ليلى علوي أساسية في أي مهرجان؟ الله يخليكي، أنا بحب السيما زي ما هو معروف، وطبيعي ان انا اكون موجوده، يعني انا اتربيت على كده. طبعا كل واحد بيبقى له السنه بتاعته، وانا اعتقد ان احنا طبعا كل الفنانين الكبار والاساتذه اللي احنا اتعلمنا منهم الحمد لله كلهم اتكرموا. سعيده جدا جدا طبعا بتكريم استاذنا العظيم الكبير، علامه من علامات الفن في مصر، الاستاذ وحيد حامد. سعيده جدا بتكريم الجميله دائما والدؤوبه دائما منى زكي، وكل سنة بيبقى فيه اتنين مكرمين وببقى سعيدة بيهم، وأكيد بيبقى المهرجان مختارهم بعناية شديدة جدا. شكرا.